السلام عليكم. في 25 من أبريل من عام 2014 قامت ديزني والإدارة الجديدة لشركة لوكاس فيلم بمحو الكون الموسع الخاص بسلسلة حرب النجوم وأطلقوا عليه اسم ليجندز أو أساطير. وكان المبرر لتلك الخطوة هو رغبتهم في إطلاق حرياتهم الإبداعية في الأفلام الجديدة الخاصة بالسلسلة، فهم حسب تصريحاتهم لا يريدون أن يكونوا مقيدين بالالتزام بما ورد في تلك القصص والألعاب التي كانت ضمن الكون الموسع. بدأت دعاية ديزني في الترويج أن الكون الموسع لم يكن أبدا جزء من السلسلة، وأنه كله من خيال مؤلفي، وأن جورج لوكس مبدع السلسلة لم يعتبره أبدا جزء أصيل من عالمه، على الرغم أن ما فعلوه من إلغاء للكون الموسع هو إثبات ودليل دامغ على أنه كان، وكم هي مؤلمة كلمة كان تلك، جزء أصيل لا يتجزأ من السلسلة. فلماذا ترك الكون الموسع طالما هو كان دائما حسب وصف ديزني والإدارة الجديدة لشركة لوكاس فيلم ليس جزء من قصة حرب النجوم؟ بمعنى آخر لا يوجد له أي تأثير، فهو خارج عالم الأفلام تماما، كأنهم أثبتوا عكس كلامهم بما برروا به ذلك القرار، مما شكل في رأي نهاية السلسلة وبداية ديزني ستار وورز. وسوف أوضح سبب رأيي هذا في الخاتمة، ومن خلال هذا الفيديو سوف أقوم بعمل مدخل بسيط لمن لا يعلمون ماهية الكون الموسع من أبناء المنطقة العربية. وحتى لا أطيل عليكم أكثر من هذا أبدأ بتعريف الكون الموسع. الكون الموسع هو لقب يطلق على جميع المواد أي تم ترخيصها من إدارة الترخيص بشركة لوكاس فيلم، وهي تقع خارج نطاق الأفلام مسيرته الأصلية قبل تاريخ 25 من أبريل من عام 2014. وهذا يشمل الكتب، القصص المصورة، مسلسلات الكرتون، ألعاب الكمبيوتر والألعاب. وكقاعدة عامة لا يوجد شيء في الكون الموسع مسموح له بأن يتناقض مع أي جزء من أجزاء الكون الموسع الأخرى أو الأفلام مسيرته الأصلية. وعندما يحدث تناقض ما فإنه يتم علاجه لضمان الاستمرارية في السلسلة. وربما تندهش عزيزي المشاهد إن أخبرتك أن في الحقيقة الكون الموسع أقدم من الأفلام نفسها، فرواية الفيلم الأصلي نفسه صدرت قبل عرضه بدور العرض. فالرواية تم صدورها في 12 من نوفمبر من العام 1976، في حين تم عرض الفيلم في 25 من مايو من عام 1977، أي أن رواية الفيلم صدرت قبل حوالي 6 أشهر من عرض الفيلم. وعلى الرغم من أن الرواية تمت طباعتها عليها اسم جورج لوكس، إلا أن في الحقيقة من قام بكتابتها هو الكاتب آلان دين فوستر، الذي قام بكتابتها ككاتب خفي غوست رايدر، وذلك بناء على النص السينمائي الذي كتبه جورج لوكس، الذي كلفه بعد ذلك بكتابة رواية سبلنتر أوف ذا مايندز آي، شظية عين العقل، التي صدرت في مارس من عام 1978. وشكلت تلك الرواية بإضافة لرواية الفيلم وكوميكس مارفل التي صدرت بالتزامن مع عرضه وبعده البداية الفعلية للكون الموسع حتى أتى العام 1991، وهو العام الذي يعد بداية العصر الذهبي للكون الموسع، حيث صدرت ثلاثية ثرون التي قام بكتابتها تيموثي زان في الفترة ما بين عامي 1991 و 1993 من دار نشر بنتام، والتي يمكن اعتبارها عن جدارة الحلقات الثلاثة التالية بعد الأفلام الأصلية، حيث تتناول هذه الثلاثية محوات الإمبراطورية العودة مرة أخرى لحكم المجرة تحت قيادة الأدميرال العظيم ثرون، جراند أدميرال ثرون، كما قامت دارك هورس كوميكس الناشئة في ذلك الوقت بالحصول على الرخصة لكتابة قصص كوميكس حرب النجوم، وذلك بدلا من مارفل لتقدم لنا قصص عظيمة مثل حكايات الجيداي تيلز أوف ذا جيداي وغيرها، لتبدأ على ذلك القصص التي تناولت مختلف العصور في السلسلة. والأهم من هذا أن كل هذه القصص نالت مباركة مبدع السلسلة نفسه جورج لوكس، فالقرارات الإبداعية في هذه الكتب كانت تتم بعد مراجعة إدارة الترخيص لها حتى تتوافق مع عالم جورج لوكس وحتى لا تتعارض مع توجيهاته، كما إنها أي إدارة الترخيص كانت تعين أفضل الكتاب لكتابة هذه الروايات والكتب للوصول الأكمل شكل ممكن لهذا العالم وضمان عدم تعارضه مع رؤية جورج لوكس مبدع السلسلة، وهو معبر عنه جورج لوكس من خلال تلك المقدمة التي كتبها في بداية طبعة عام 1996 من رواية شاذة عين العقل، قائلا: لم يمضي وقت طويل بعد أن بدأت كتابة حرب النجوم حتى أدركت أن القصة أكبر من يحتملها فيلم واحد. فأثناء تكشف ملحمة السكاي ووكرز وفرسان الجداي لي، بدأت أراها أنها كحكاية قد تحتاج لتسعة أفلام لسردها ثلاث ثلاثيات. وأدركت وأنا أشق طريقي من خلال القصة أي تسبق الفيلم والأخرى أي تحدث بعده أني في الحقيقة أقوم بكتابة القصة الوسطى. وبعد عرض فيلم حرب النجوم الأصلي أصبح واضح أن قصتي مهما كان عدد الأفلام أي تحتاجها لسردها ليست سوى واحدة من الآلاف التي يمكن سردها عن الشخصيات التي تقطن تلك المجرة، ولكن هذه القصص لم يكن المقدر لي سردها،
بدلا من هذا فهي سوف تنبع من مخيلة كتاب آخرين ملهمين باللمحة التي وفرتها لهم مجرة حرب النجوم. اليوم إنه مزهي لم يكن غير متوقع إرث حرب النجوم هذا، حيث أن العديد من الكتاب الموهوبين يساهمون بقصص جديدة للملحمة. هذا الإرث بدأ برواية شظة عين العقل التي تم نشرها بعد أقل من عام من عرض فيلم حرب النجوم، وتمت كتابتها بواسطة ألان دين فوستر وهو كاتب معروف وموهوب في مجال الخيال العلمي. هذه الرواية تم الترويج لها على أنها مغامرات جديدة للوك سكاي ووكر، ووصلت للمكتبات في نفس وقت تحضيري لكتابة مغامرة الجديدة للوك في شكل نص تمت عنوانته باسم الإمبراطورية تدب من جديد The Empire Strikes Back. إنه يبدو أنه ملائم بعد كل هذه السنين أن تكون رواية شظة عين العقل يعاد نشرها، وأنا أقوم بالتحضير مرة أخرى لكتابة مغامرات جديدة تدور في زمن ماضي بعيد للغاية في مجرة بعيدة جدا. ولهذا عندما بدأ عرض الثلاثية التالية أو البريكولز التي بدأت عام 1999 كان معجبين على حرم الجمل مشاهدتها، لأن السلسلة ظلت حية بإبداعات الكتاب الذين أثروا السلسلة بكتاباتهم، واستمر هذا الوضع حتى أمر الإلغاء الذي تكلمت عنه سابقا عصور الكمل الموسع. لضمان توحيد التواريخ وتحديد توقيت الأحداث تم اتخاذ من معركة تيافن التي دمر فيها نجم الموت الأول في الفيلم الأصلي كنقطة بداية لأحداث عالم حرب النجوم، وذلك بسبب أثر تلك المعركة الكبير، وأصبحت الأحداث التي حدثت قبلها تسمى قبل معركة يافن أو Before the Battle of Yavin، والتي حدثت بعدها تسمى بعد معركة يافن أو After the Battle of Yavin، وفيما يلي وصول الكمل الموسع مع نبذة مختصرة عن كل واحد منها. عصر ما قبل الجمهورية Before the Republic، ويمتد من عام 37 ألف عام قبل معركة يافن حتى 25 ألف عام قبل معركة يافن. تدور أحداث هذا العصر قبل نشأة الجمهورية، ويتناول بدايات نشأة جماعة الجداي ومحاولتهم لفهم الفورس أو القوة ومواجهتهم لإمبراطورية الركاتة التي قامت باحتلال معظم المجرة في ذلك الوقت. عصر الجمهورية القديمة The Old Republic، ويمتد من 25 ألف عام قبل معركة يافن حتى 1000 عام قبل معركة يافن، وفيه نشأة الجمهورية كحكومة تحكم المجرة وتدير شؤونها من خلال مجلس الشيوخ المجري، ويعولهم في الدفاع عن الجمهورية جماعة الجداي بعد أن أخذت شكلها النهائي كجماعة منظمة. وكان هذه الفترة أيضا دشنت وجود الثث الأعداء اللدودين للجداي والجمهورية. عصر نهوض الإمبراطورية Rise of the Empire، ويمتد من 1000 عام قبل معركة يافن حتى وقت معركة يافن. ويتناول هذا العصر ما حدث بعد معركة روباسان التي انتصر فيها الجداي على الثث أخيرا نصرا ظن الجميع بعدها أن الثث لن يعود مرة أخرى، وتم إعادة تأسيس الجمهورية من جديد وتنصيب الجداي كمدافعين عنها مما أدى إلى حل جيش الجمهورية. ولكن نتيجة للسلام والرخاء بعد معركة روسان بدأ النظام السياسي في التفسخ والانهيار بسبب انتشار الفساد بين رجال الحكم. وفي هذه الفترة صعد بالباتين كآخر أمل لإنقاذ الجمهورية، ولكنه تبين بعد ذلك أنه ثيث لورد نجح في إشعال حرب المستنسخين لاكتساب المزيد من السلطة، وهو ما سهل مهمته في القضاء على الجداي وعلى تنظيم الجمهورية كإمبراطورية تحت حكمه، ونجاحه في تنفيذ انتقام الثث من الجداي. عصر التمرد The Rebellion Era، ويمتد من وقت معركة يافن حتى 5 أعوام بعد معركة يافن، ويشهد تمرد المجرة على حكم الإمبراطورية وبداية الحرب الأهلية المجرية. ويبدأ هذا العصر بتدمير نجم الموت عادي المتمردين بواسطة لوك سكاي ووكر، وشهد كذلك تدمير نجم الموت الثاني في الجزء الأخير من الثلاثية الأصلية في فيلم Return of the Jedi أو عودة الجداي. وينتهي هذا العصر بعد عام من هذا الفيلم وقيام الجمهورية الجديدة. عصر الجمهورية الجديدة The New Republic، ويمتد من 5 أعوام بعد معركة يافن حتى 25 عاما بعد معركة يافن. وفيه يبدأ المتمردين في التحول من محاربين إلى نظام سياسي جديد يستطيع حكم المجرة، ولكنهم يواجهون العديد من المشاكل على يد الموالين للإمبراطورية وبقايا الجيوش الإمبراطورية التي استمرت في قتال الجمهورية الجديدة لفترة ليست بقصيرة، وشهدت أيضا بداية قيام لوك بإنشاء جماعة الجداي من جديد. وهذا يقودنا إلى العصر التالي، عصر جماعة الجداي الجديدة The New Jedi Order، ويمتد من 25 عاما بعد معركة يافن حتى 36 عاما بعد معركة يافن. يبدأ هذا العصر جماعة الجداي قد استعادت الكثير من قوتها، ولم تكد الجمهورية الجديدة تلتقط أنفاسها حتى تم غزو المجرة على يد ليوزان بونج العدو الأشرس على الإطلاق، لتبدأ حربا رهيبة محت عوالم كاملة. وفي النهاية انتصر الجداي والجمهورية، ولكن بعد خسائر فادحة للغاية ودمار هائل. عصر الإرث The Legacy Era، ويمتد من 40 عاما بعد معركة يافن حتى ما بعد 140 عاما بعد معركة يافن،
ويتناول هذا العصر قصص أبناء وأحفاد عائلة الإسكاي ووكر. وهنا قد يتساءل شخص ما، كيف علمت أن تلك الكتب والقصص هي امتداد لعالم جورج لوكس؟ ومن أنت لتقول أن ديزني ستار وورز ليست امتداد شرعي لقصة جورج لوكس؟ هنا أحيلك عزيزي المشاهد إلى ما قاله جورج لوكس بنفسه بهذا الصدد. ولكن يجب أن أذكر هنا أن مدير التنفيذي ديزني وقت شراء لوكس فيلم من جورج لوكس روبرت بوب آيجر ذكر في كتابه رحلة العمر The Ride of a Lifetime عام 2019 التالي: من بين الأشياء الأخيرة يتفاضلنا بشأنها قبل إتمام الصفقة هو شرط عدم الاستخفاف أو الحط Non-Disparagement Clause. فطلبت من جورج أن يوافق على أن لا يقوم بنقد أي من أفلام حرب النجوم التي نقوم بعملها بشكل علني. وعندما طرحت هذا الأمر عليه قال: أنا سوف أصبح مساهم كبير في شركة وولت ديزني، فلماذا سوف أحط أو أستخف بأي شيء تقومون به؟ يجب عليك أن تثق فيه. فاكتفيت بكلمته لي. انتهى الاقتباس. فربما لا تعلم عزيزي المشاهد أن صفقة شراء ديزني لشركة لوكس فيلم من جورج لوكس بلغت 4.05 مليار دولار، نصفها أسهم في شركة ديزني. ولهذا تجد أن جورج لوكس اندهش من طلب بوب آيجر منها. وهذا يفسر أيضا الكلمات التي استعملها جورج في الفيديوهات التي سوف أعرضها عليك بترتيبها التاريخي، والتي سوف أقوم بالتعليق عليها لتوضيح ما يقصده في رأيي. الفيديو الأول 2012. I have story treatments of 7, 8, and 9 and a bunch of other movies and obviously we have hundreds of books and comics and everything you could possibly imagine. So, you know, I sort of moved that treasure trove of stories and various things to Kathy and, you know, have complete confidence that she's going to take them and make great movies. هل تسمع عزيزي المشاهد كيف وصف الكون الموسع بالكنز وكيف انه واثق من كاثرين كينيدي المرأة التي اختارها لرئاسة شركته من بعده سوف تصنع منها أفلام عظيمة، وكيف أنه قام بإعطاء ديزني المعالجة القصصية للثلاثية الجديدة، وهو ما اعترف به آيجر في كتابه سلف الذكر حيث ذكر كيف أنهم حصلوا عليها منه، ولكنه كان حريصا ألا يكون هناك أي بند في عقد الصفقة أجعلهم ملزمون بها. وهذا نص ما ذكره آيجر بهذا الشأن. في نقطة ما أثناء العملية يقصد عملية التفاوض حول بند الصفقة، قال لي جورج إنه أكمل الخطوط الرئيسية لثلاثة أفلام جديدة، ووافق على إرسال ثلاث نسخ منها، واحدة لي وواحدة لألان بريفرمان وأخرى لألان هورن، إذ قمنا توا بتعيينه رئيسا للاستوديو الخاص بنا. ألان هورن وأنا قرأنا الخطوط التي كتبها جورج، وقررنا إننا بحاجة لشرائها، ولكننا كنا واضحين في اتفاق الشراء إننا لن نكون تعاقديا ملزمين بالالتزام بخطوط القصة التي وضعها، يقصد جورج لوكس. انتهى الاقتباس. الفيديو الثاني 2012. The Star Wars universe now has more than 17,000 characters inhabiting several thousand planets and spanning 20,000 years. And this gives Disney infinite inspiration and opportunities to continue the epic Star Wars saga. We've, you know, got a plan for 7, 8, and 9, which are the end of the trilogy, and other films also. So we have a, you know, a large group of ideas and characters and books and all kinds of things. We could go on making Star Wars for the next 100 years. هل ترى عزيزي المشاهد كيف قال آيجر أن عالم ستار وورز يمتد لأكثر من 20,000 عام وأن به حوالي 17,000 شخصية؟ وهنا يحضر سؤال: إذا كان الكون موسع ليس جزء من عالم السلسلة، فلماذا لم يصحح له جورج ذلك وهو كان معه في نفس الفيديو الخاص بإتمام الصفقة كما رأيت؟ الفيديو الثالث 2015. وهذا بعد 3 سنوات من بيع الشركة ومعرفة جورج بإلغاء ديزني والإدارة الجديدة للوكس فيلم للكون الموسع وعدم العمل بخطوط القصص الخاصة بالثلاثية الجديدة. What are your hopes for the new Star Wars movies? What is your a new hope for the new Star Wars movies? as they clearly are headed to a new franchise. Well, you know, I hope it's successful. I hope they do a great job. They've, you know, the original saga was about the father, the children, and the grandchildren. And I mean, that's not a secret to anybody. It's even in the novels and everything. But and the children were in their 20s and everything, so it wasn't Phantom Menace again. But so I'm hoping, and they've taken it in a different direction. And I'm hoping I'm excited to see, since I didn't use my stories, I have no idea what they're doing.
لنسترجع ما قاله جورج، لقد قال أن الملحمة الأصلية كانت على الأب والأبناء والأحفاد. هذا ليس سرا كبيرا، إنه مذكور في الروايات وكل شيء. نحن متأكدون الآن أن وفقا لمنتجات ديزني أن نسل سكاي ووكرز قد انقطع وهو يذكر الأحفاد. فأين هؤلاء الأحفاد؟ هؤلاء الأحفاد تم ذكر قصصهم في الكون الموسع وبشكل مفصل أيضا كما ذكرت في ملخص أصول الكون الموسع. وإذا أردت رأيي في هذه الرسالة من جورج محبيس السلسلة تفيد منه قد تم استكمال قصته في الكون الموسع. وقد يأتي شخص آخر هنا يقول ربما هو فقط يقصد القصص أي توقعت أحداثها بعد فيلم عودة الجداي، وهنا أحيلك إلى ما قاله كنوبي. For over a thousand generations the Jedi Knights were the guardians of peace and justice in the old republic. والجيل يكون في المتوسط بين 20 و 30 عام، أي أن أحداث ما قبل الفيلم قد تكون ما بين 20 ألف إلى 30 ألف عام من الأحداث، وهذا تقريبا نفس النطاق الزمني لأحداث الكون الموسع قبل الفيلم الأصلي. هذه الأدلة كانت كافية بالنسبة لي لتبني الكون الموسع كامتداد حقيقي لسلسلة حرب النجوم ستار وورز. ولهذا توقفت تماما عن شراء أو متابعة منتجات ديزني الجديدة، ربما باستثناء روايات تيموثي زان، لأنها مكتوبة بطريقة تجعلها درجة كبيرة تلائم الكون الموسع. ولكن هذه هي قناعتي الشخصية، وأنا هنا لا أدعوك عزيزي المشاهد للتوقف عن متابعة منتجات ديزني ستار وورز، فأنت لك كامل الحرية في مشاهدة ما تريد، فقط ودك أن تتابعها، وأنت تعلم أنها ليست امتداد للسلسلة الأصلية، بل هي شيء مختلف تماما عنها. وهو ما صرح به جورج نفسه في هذا الفيديو عام 2020 بعد عرض الموسم الأول من مسلسل الماندلوري، وهو هنا يتحدث إلى أحد طلبة المدارس بالولايات المتحدة. The world has changed so much since the first Star Wars movie. How do you think the changes in the fights for racial justice will impact the Star Wars universe going forward? I don't know. I mean, I've kind of lost control of Star Wars, so it's going off in a different path than what I intended. But the first six are very much mine and my philosophy. And I think that philosophy sort of goes beyond any particular time because it's based on history, it's based on philosophy, it's based on a lot of things. وعيك بهذه الحقيقة يكفي تماما بالنسبة لي، وأنا أعتبر وأنا أكرر هذه هي قناعتي الشخصية. أنا بهذا التاريخ يعني 25 أبريل من عام 2014 أنا سلسلة حرب النجوم قد انتهت وربما إلى غير رجعة. نعم، حرب النجوم التي قضيت معها أكثر من 20 عاما من حياتي انتهت كما ينتهي كل شيء. هذه هي سنة الحياة التي لا مفر منها، وهي أن لا شيء يدوم من الأبد. ولكن أتدرون شيئا؟ في غمة رغبته في التقليم الكون الموسع ومحو أثره، أعطوه أفضل لقب ممكن عندما أطلق عليه اسم ليجندز أو أساطير. فربما لا يعلمون هذا، لكن الأساطير لا تموت، بل ذكراها تظل خالدة مهما مر عليها الزمن.